على عدد الأفارقة في تونس وصل تقريبا 700,000 شخص. أخوان الأفارقة يخدموا في قطاعات كما نقولوا الخدمات، في الفلاحة وغيرها من القطاعات اللي نوعا ما الشباب التونسي ما يحبش يخدمها. شنو رأيك؟ هي خدمة النهار ما فيها عار، تو نحن الشعب التونسي اشترى الشباب بطال وحرق وناس مات في البحر وناس ربي يعلم بها ظروف، أنا نعرف شكون ما عندوش حق بكم قالونا باش يتعشى في الليل. يخدم في صحيح على فرقة خويا يخدموا على رواحهم، أما خويا نحن 12 مليون تونسي وبلادنا صغيرة ما فماش خدم أختي العزيزة فهمتني، يزيد هما يجوا ألوفات باش يخدموا لأن زيد ما عادش نلقوا خدم زاد نحن ما عادش نلقوا باش ناكلوا زاد فهمتني، معناها يجيب شي يخدم 15 ولا هو يخدم ب 10,000 نهار كامل يخدم على روحه فهمتني، تولي مشكلة كاكا. خير كي يخدموا هما ريت يخدموا فما ويعد في المروج أقسم بالله خدم فيهم بالكاف بالكاف وتنزك ليا تو والله يعطي فيهم في 7,000 شوية صرف صرف هما ب 100 ويعد يمدوهم عندهم الحق هما زوية ولا أنا كان نلقى واحد كسينيغالي تو نخدموا في الدار أوكي ياكل معاي ويشرب فما عركة خارج جو باهي معناها خير من اللي يخدم في طاحونة ولا وين خلصوا فيها 20,000 ولا قد ايه. ما هو ريت الفرقة مثلا نهار خدم مرمى ب 30,000 الافريكا يخدم ب 20 وخدام فهمت، زيد يوفر له هو السكن وياه ديرك شو يخدم قلبه رب وكل شيء فهمت، يولوا يقبلهم هما خير. يرضى انه يبقى في القهوه يلعب البلانيت باش يصور 20 30 دينار اللي هي شهريته لاخوه كل يوم، بون مش حاجة كبيرة صحيح لكن وما على الأقل تعيشوا مرتاح، يبقى في القهوة ويلعب كا ورقة بلانات يصور منها 30 دينار وما يخدمش، هاك اللي جاب لنا الأفارقة دخلوا ولو هما يخنوا في الخدمة نتاع التوانسة اللي بعد يخرج لك الشارع يعني بطلوا خدموني كان في الوظيفة العمومية، الوظيفة العمومية ما عادش تقبل ما عادش حل. من هنا يستغلهم يعني إنسان يحب يخدم يستغلوا خير اللي هو خير حتى من ولد بلاده باش يعطيه حقه بالكدا يستغلوا الظروف نتاعهم هما خاطر هما محتاجين، كان مجاش محتاج يجيش من بلاده ولا يحرق البرة ولا معروفة في تونس العروفات التوانسة مش الكلهم لكن الأغلبية العروفات التوانسة ماذا بهم يخدموا لك الفارقة باش ما يصبوش عليهم سي ان اس اس باش ما معناتها باش ما باش يستغلوهم مثلا يستغلوهم يعطيك الصحة. توا أنا مثلا أنا ولد دومي فهمتني، أنا نعمل بيتزا يورو ولد دومي معناتها كيفاش يجيب لك معناتها واحدة معناتها أنا نورمالمون معايا تونسي مازال ما يعرفش فهمتني، وما نعلمه أنا باش يولي ولد دومي كيفي أنا معناتها يتعلم وياخذ اكسبيريونس فهمت كيف، لا هو يجيب لك أفريقي علاش خاطر باش ما يخلصش هذاك 400 مثلا 400 ويخلصك الأفريقي هذاك يخلصوا 200 ولا 100 ويساعدوا الافريقي هذاك معناتها باش ياخذوا كل 100 اون بليس راهو قاعدين الافارقه انا نعرفهم وخدموا معايا ونعرفهم قاعدين يجملوا في فلوسهم وعاملينها تونس قنطره نتاع عبور معناتها يجملوا فلوسهم ويمشيوا يحرقوا يا اخي لقاو برشا افارقه حارقين فهمتني، يجيو لهنا يجملوا فلوسهم ويمشيوا يحرقوا فهمتني وما يساعدوهمش باش يخدموا تونسي باش يطلب حقه. فما عباد زاد باك و باك بلوسات وتلقاه ما يخدموا خدمه ب 10,000 15,000 باش يخدم نهار نهارين بتبيع باش يقلي باش يقعد بطال ما تجيش بعد باك بلوسات ولا باك بلوس 5 ما تجيش بعد باك بلوسات يقعد بطال ولا يخدم في الزيتون ما تجي يولوا يخدموهم يخدموا الافريكا على رواح ما احنا خلنا نحرقوا. وانت تقعد بطال مثلا؟ انا هالي نخدم ساعات بطال كل مره كيفاه. انت مثلا تجم تمشي تجمع الزيتون؟ خدمتها ديجا قبل ونعتز بها خدمت برشا خدم فهمت اللي مثلا برشا ما يقبلوهمش نخدمهم عاد وقتاش الحاجه معناها ترفق شوف خير من المدني دين بلغه اوضح فهمت معناها وكا 700,000 تحكي عليهم انت فيهم افريكان يخدموا كما قلت انت سيكوريتي وسيرفور وفازات هذوكم وفيهم زاد اللي يقراوا لهنا وجاوهم بي ما نخدمهمش انا نخدم عاده في الزيتون نجمع ما نخدمش نجمع زيتون شنو الزيتون هذي عادة نمشي أنا ندفر روحي نخدم زيتون. زيتون نهارك ب 40 و 35 دينار. بدي حتى 100,000 ما نخدموش أنا زيتون. شنو جاوبني جواب مقنع علاش ما تخدمش؟ ما نخدم الزيتون أنا شنو نمشي نجمع زيتون في سيانيا يذلني ومرته تلقاها غادي خدمت مرة في سيانيا أقسم بالله مرته غادي تتشايف عليا مرته ما تشايفش واحد ما نعرفوش ولا شيف وهو مش شيف خديها. بقات انا نمشي تشايفوا علي ما نمشيش نخدم الزيتون مش كل واحد يخدم في زيتون راه يتشايفوا عليه علاش حتى ما نخدمش في دارك مع عباد الكل نحب نخدم في دار لا
قريت انت كيما العباد الكل؟ يعني نقرب بكرتاب في بساك جوي بين حجامه واموري واضحه، نقرا انجليزي، نقرا كل، نقرا ما بروميير ما نخدمش في دار، نخدم في زيتون. باري لا وجيتي معناتها بروميير نخدم في زيتون. تمشي تجمع زيتون في ايطاليا؟ في ايطاليا انت نجمع حتى القمح مش الزيتون. اعطيني يا اخي نمشي لايطاليا ونجمع لي كل شيء نجمع. نخدم في قهوه، نخدم بدي حتى نذبح عليل عادي مسير. نخدم هذه علاش ما تخدمهمش في تونس؟ في تونس في تونس ما نتشيفش عليا، في تونس نخدم معاك ما نتشيفش عليا، نخدم واحد. منين تجيب في مصروفك انت؟ انا نجيب مصروفي من الدار. علاش ما تاخوش انت 35 دينار بتعبك انت؟ ونشوفي فيهم 35. باش تجمع الزيتون؟ يا زيني خا نخدم 35. تجمع الزيتون؟ ليه الزيتون ليه؟ نخدم حاجة أخرى 35 ما يسيرش. والله العظيم خدمت أنا الزيتون ومعايا أمي تخدم معايا في الزيتون ومعايا أخويا الصغير. وصرافة وأجمع الزيتون ومسخ بالواحد وتروح هكاكا وعادي على الأخر. وقت باش تلبس وتريق وتحوس. نوع وقت خير من اللي تمد يديك للعباد. تمشي نجمع الزيتون. 25 ساعة يعطيك 10,000 15,000 ما تجيش. 12 ساعة ب 10,000 والشباب باش يقلب يخدم نهار نهارين ويقعد بطال. واحد يبدا بطال يمشي ياخذ بها بوم بوم واحد يبدا بطال يصرف 20,000 يبدا يخدم ياخذ 15,000 ويبدا يصرفها ويقعد موسي على يخدم يقعد بطال يصرف 20,000 وكا منين يمشي يجيبهم ال 20 هو بطال يدبر راسه من رولا على بعض دينار على صفر ديما يمشي. علاش ما تجيبش 20 دينار بتعبك وشقاك؟ 12 ساعة تخدم عليهم 20,000 ومن بعد يصرفوا في درج ما تجيش مادام تحكي على 20,000 راك في درج 20,000 في درج راه باكو تحب انت تحب الربح فيسع فيسع. ليه مش ربح فيسع فيسع هذه استغلالي تسمى 12 ساعة ب 10,000 تجي معقولة موجودة تكون يخدم 12 ساعة ب 10,000 موجودة حتى قاعد في الليل يخدم في خدمة أخرى موجودة الكل تستغل ثم حتى واحد يعطيك حق هما يخدموا فلاحة اللي شباب التونسي مثلا ما يحبش يجمع الزيتون. شكون اللي قال لك نستخدم على رواحها جماعه القاصرين جماعه نستخدم على رواحها تحب تخدم على رواحها انا نخدمها الفلاحه تعطيني 15,000 في النهار ونخدمها الفلاحه ثم الناس بتبيع ما تحبش تخدم ساعه دوش او 15,000 في النهار ويبدا ينحي في الزيتون. معامل على ابوه معامل على شكون مثلا كان ما قريتش وما عندكش تعليم عالي عالي والا ما عندكش بوكله بس عليه لازمك تكون روحك معناتها تخدم زيتون تخدم بون ماكش باش تلم انت منها فلوس مي باش تحسن وضعيتك ما تمدش يديك ابسط حاجه ما تمدش يديك معناها لعائلتك ولا حتى للعباد وتبدا انت ماكش مخصوص في حد شيء. يلزم الناس تخدم على روحها يلزم سبري كرياتيف امشي امشي لوج على روحك اش باش تخدم امشي اعمل بون الدوله لازم تعاون صحيح لكن لازم تكون عندك سبري كرياتيف في مخك باش تنجم تخلق حاجه جديده تمشي تصنع روحك علاش يجوا لها فاقي 700,000 نمبر كبير نمبر كبير 700,000 معناها ثم 700,000 بطال في تونس يخدم في بلاصتهم 700,000 اخر علاش هذاك يقبل وانت ما تقبلش سي مالور وبعد اللي فو اللي توجعك اكثر كي تمشي تاخذ زيتون في تونس اللي تو مازال بريسك دو تيار نتاعو ما تجمعش والتوانسه تتفرجوا باش نجيبوا لهم من افريقيا يجمعوا سي مالور. شكون يفضل انه يقعد في قهوه وما يخلصش ب 15 دينار مثلا؟ والله يا اختي جيت لهم تعذر فهمت فما انواع نتاع خدم بالرسمي معناها تحس انت شقاء نتاعها اكثر من الخلاص تولي انت معناها تفرز انت كتونسيه تمشي تخدم في بلاصه باش تطلب حقك في سي ان اس اس اقل حاجه اقل حاجه سي ان اس اس باش تمشي تعدي بالكارنيه وحده كل يعمل هكا يطردك ما تعرفش شنو هو السبب اللي طردك عليه كي تجي تفركس ثقات طردك خاطر انت طالب حقك مثلا في سي ان اس اس هذه اقل حاجه معناتها تكون ربي يعاونهم خويا انا بالنسبه لي انا ما نحبش نحسد حتى واحد ولا حاجه وربي يعاونهم لافريكا ما خويا يلقوا لهم حل فهمتني ويلقونا نحن زدنا حل الشباب التونسي مش ما عادش تكفر بركاجات ما عادش تكفر السرقه ما عادش تكفر حتى شيء ان شاء الله الشباب هذا اللي يلوج على المستقبل ويلوج على خدمه ويلوج على حلول للروح وفهمتني يلزم هو يسعى الروح الدوله وصلت سيليميت ما عادش عندها وين توصل سيرتو في الوضع الاقتصادي العالمي وكورونا وغيره وغيره ان شاء الله الشباب ان شاء الله الدوله تعاون بطريقه اخرى على الاقل تخفف الاجراءات تخفف تعطي منح تعطي جو سي با شنين المهم خلي الشباب يخدموا خلي العقليه نتاع التواكل هذه نتاع الحظاير وغيرها وكذا ويبدا مش يخدم الدوله تعطيه والبلانيت وغيرها الحوايج هذه اللي فزت العقليه نتاع الشباب وما نجم نقدموا لما نخدموا ارواحنا.